عند خروج الأخوين رحباني بأغنية دبكة لبنان لفيروز بمنتصف الستينيات، صدرت الأغنية وأعلنت ولادة الدبكة اللبنانية مثل ما منعرفها. ولكن هل كانت الدبكة اللبنانية اللي تم تحديثها وتطويرها وصقلها لبنانية بحت، وكيف اختلفت عن مسيلاتها بفلسطين والأردن وسوريا والعراق؟ المفاجأة هون دخول وديع حداد ومروان جرار الفلسطينيين على الخط، وإليهم يعود الفضل الأول والأكبر بتطوير الدبكة اللبنانية وإعطاء شكلها الحالي بعيدا عن الرتابة والعفوية، حتى حلقت وأصبحت مادة سرية للتعبير عن الهوية اللبنانية. وديع الياس حداد هي بنت صفد، اتخرجت من ثانوية حيفا بتفوق واتجهت بعد إلى إنجلترا لإكمال دراستها، وبعد النكبة رجعت إلى بيروت حيث نزح أهلها، وبدأت هي بالتدريس بالجامعة الأمريكية ببيروت وبرومانا هاي سكول والمقاصد. من بعدها أسست فرقة الأنوار للفنون الفولكلورية اللبنانية من بعد لقاء مع مروان جرار المسلم وزواجة خطيفة، هربت معه حاملة معه تياب الرياضة يلي كان فستان عرسة. أما مروان جرار المولود عام 1931 هو يلي خاطبه والده الروحي وديع الصافي وقتها قامت يرحل، فأهداه أغنيته الشهيرة بمغنات حكاية لبنان لوين يا مروان عمهلك عمين تارك أرضك وأهلك. توعى شوي يا مروان خليك مع أهلك. ولا بالسينما كان لمروان تجربة وحيدة ما اكتملت، المعلم لطوف عام 1961، لكن التصوير توقف بعد انسحاب عدد من الممولين لهالفيلم نظرا لأحداث سياسية وقعت بتلك الفترة. انفصل مروان عن وديعة بعد سنوات من الزواج ليعود يرتبط من جديد مع الأردنية سحر الرفاعي. بعيش اليوم مروان جرار بتورونتو بعد سنوات طويلة أمضاها بين الأردن وليبيا وبعض العواصم الأوروبية، براقب الدبكة يلي زرعها وسلم رسائلها إلى تلاميذه، وراحوا التلاميذ بلبنان والعالم العربي عم بيكملوا الزرع وعم بيدربوا لآخرين بدورهم. مروان جرار مرحبا، أنا سعيد أنه عم بلتقي فيك. أنا سعيد لأنه عم فتش عليك منذ زمن، وجاني رسائل عديدة على مر هذه السنوات عم بيطالبوا بلقاء معك. أنا سعيد أنه هاللقاء أخيرا تم، كنت بحب نلتقى شخصيا. الحلو أنه شفتك هلا من سنين بعدك مثل ما أنت اسم الله. هيدا أطراء كبرنا في كتير تجاعيد من برا، بس من جوا لا ماشي الحال، بعدنا مثل ما نحن شباب. أول شيء لوين يا مروان، الأغنية وديع الصافي غنيها لألك أنت؟ هي لا غنيها إلي، كنت معه على المسرح. وقتها بتسمعها شو بتشعر؟ شو بتحس؟ أولا ما في شك فيها عاطفي كتير، كان وضعي صعب كتير مع أستاذ وديع الصافي، كانت السهرة كلها بالجمهور كلهم لبنانيين، ولما قال وين يا مروان عمهلك كل الستات عم يبكوا، يعني كانت ليلة غريبة عجيبة، بس ما في شك كانت عاطفية جدا بالنسبة لي، لأنه هو أنا بدي عملت رقصة أساس بدي هاجر، بيجي بيكمشني بيحط إيده على كتفي ويمسك البردة السرة تبعي واللي ساعت الوين يا مروان بتبدلش حالي. أنت اليوم تعيش في تورونتو على آلاف الكيلومترات من العالم العربي، من لبنان، من فلسطين، عم بتعيش وعم بتراقب؟ مزبوط، عم براقب مثل ما عم تقول، من الساعة 7 الصبح للساعة 11 بالليل. اللي عم نعيشه اليوم بفلسطين وبغزة هو من أبشع
الفظائع والإبادات اللي عرفتها البشرية؟ لا في شك، لا في شك، ما صار في العالم. تصور كيف الإنسان هذا ممكن يقتل الأطفال، الدنيا كلها، ما بعرف، للأسف. بس صعبي الفن بلبنان ساهموا ببنائه وكانوا دعائمه فلسطينيين، وانت واحد منهم. مثل ما تطلع اليوم ومننظر لورا منتذكر يمكن كتار من زملاء لألك اجوا وصنعوا مجد الفن اللبناني. منتذكر صبري الشريف، منتذكر كامل أسطندي، متذكر حريم الرومي، كتار من أهل فلسطين إجوا على لبنان، صاروا لبنانية طبعا، وساهموا بمجد الفن اللبناني. أنت تنحيت وابتعدت، إلى أي درجة الماضي بعده عايش فيك؟ إلى أي درجة أنت بعدك عايش بالماضي؟ لا، الماضي أنا تركته، كنت ابن 7 سنين، تركنا كأن الوالد بلبنان عم بيسجل أخوي يعني، وإجت الظروف إنه هو كان محكوم مع الإنجليز، وإجت ورقة توقفه، حكينا معه قال لا، حملوا حالكم وتعوا، لا تسووا تكيم يعني، جينا على بيروت وصفينا اللبنانيين. طبعا ابن 7 سنين وربيت كلبناني 100%، هذا اللي عشته. طبعا بتضل العيلة عيلة يعني، بتضل الفكرة وأنا صغير بالشوارع وهي ناست، بس ما في الشيء إني أرجع بالوضع اللي هي صارت فيها البلد، مع إنه العيلة عيلة كبيرة موجودة، كلها موجودة هون. بس الحمد لله عشت في بيروت وأنا وأخوتي والعيلة كلها، بي وكلهم بفرحة معينة يعني. عشت ببيروت، كبرت ببيروت، ونجمت ببيروت، كبرت ببيروت، أصبحت نجم في بيروت. خبرنا كيف كانت حياتك ببيروت؟ كيف كانت بيروت بتلك الفترة؟ بيروت كانت حلوة كثير. نحن لما إجا يسجل أخوي أحمد بالجامعة الأمريكية، كان متخرج، سكننا استأجر بناي بالشارع السيداني برأس بيروت، منطقة حلوة كتير، وسكننا على أساس، وجاب سته معه على أساس يكون معه. أنا سجلني بالمدرسة الابتدائية بالجامعة، وأخوي زهير بالهاي سكول، واختي كمان بالهاي سكول، وربينا هنيك مع لبناني. انا كان حكي لبناني بيروتي، كنت احكي، وربيت تماما مثل اي لبناني عم ربيان، لحد ما وصلت للسفر. كنت ناوي ادرس ميديسن and I was top in my class، وقلبت للفن، احساسي قلب للفن وصرت فنان. كيف بدأت معانقة فن الرقص؟ وين بدأت تاخذ دروس؟ كيف تدربت؟ يعني كنا بالكلاب بالجامعة، نحن بتصفمر وبالفريشمان، ونعمل حفلات، كان الجامعة يعملوا حفلات السنوية، وجيبوا المدارس من جميع المحلات بلبنان، وكل بلد مدرستها أو المتخصصين الفلسطيني الروماني أي أني بدي نشتك كلياتنا سوا، ومشينا لحالي، فصارت موجودة بقلبي كمان السنوية جمال أو كذا، وصفيت ملتز فيها. لما صارت المهرج آخر مهرجان معه، أنا تمنينا انه نعمل شيء لبناني، جبنا شباب من الدبكي من زحل وكذا، وعملنا لهم دبكي، وصارت بديت بهالطريقه هذه، صارت ابدا
طلعت فيها يعني. أنت بدأت بالرقص أو احترفت الرقص عام 1957. هذا كان أنا هو نحن أنا شخصيا توفى الوالد ب53، وبس ب53 حبيت بعدين ما ضلني بالمدرسة الجامعة إنه إخوتي وكذا وكذا، اشتغلت وضليت مع هاللجنة في الجامعة والشباب اللي موجودين هناك. بعدين ربيت على تربية الموسيقى والكذا، صفيت روح اجمع انا وكانت الجيرفريند تبعي بالجامعة، صفينا جوزنا وصفينا اثنيناتنا مهتمين بالفولكلور. تزوجت اي سنة؟ هذا بال55 يمكن تجوزت انا بال55، وبعدين عرفت مدام شمون انه عملنا كذا كذا بالجامعة، جبنا ناس من زحلي رأسه، جينا السنة اللي بعدها بدنا نعملها ما قبلوا اللجنة. بعدين سمعت مدام شمعون انه لجنة مهرجانات بعلبك مش عم بيعملوا شيء للفولكلور اللبناني، سمعت فيها الكابل عم مهتمين بالفولكلور، بعتت ورانا. لما رحنا هونيك كانوا مستعدين عم تعملوا كذا كذا، قلنا ايه، قلت له عم بيطلع على الضياع وكذا، حتى اذا في بنايه عم تتعمر بيطلع بقعد مع العمال وبرقص معهم كل شيء. وطلعت على عده عيال بلاد يعني الضياع، طيب مهتمين بهذا الموضوع، انا تمشوا معي؟ انا نمشي معك. فخامه الرئيس شمون وقتها بعتنا على روسيا لعند ايغور مويسيف، هي اهم كان بعتت ورا اول شيء مدام شمعون، فرجته طلعنا على الارز معه وكذا، كنا نحن محضرين شغلات عن الفولكلور، واخذ الدفتر معه. وبعدين فخامه الرئيس بعتنا على موسكو، رحنا على اليونيفرس تبعه او هذا لثلاث اشهر قعدنا. هاي انا استفدت 100% انا بالنسبه لي، وكان رئيسنا الأنصل نجار هناك، وكان موسيف رايح على امريكا لاول مره. انا راح اترك لكم المدرسه الجامعه هون عندي تبعي مع المدربين تبعوني، حابين انه مضطر اروح لامريكا وبيعملوا لكم اللي بدكم اياه. حقيقه اهتموا فينا، صرنا نحضر أوبرا، نحضر باليه، نحضر هذا ونعمل التمارين معهم. It was fun وIt was good really for me. أنا بالنسبة لي لثلاث أشهر خلصنا ورجعنا لبيروت، كانت بعلبك بلشت عم تحضر، وكانت مدام شمعون والرئيس مهتم إنه نبلش، وبلشنا نحضر. وإجا فخامة الرئيس، طبعا كنا ناويين نعمل شباب وبنات من الجامعة من الكوليج لنكون الفريق اللبناني مرتب ومعلم، مش انه والله جاي هيك. اجى فخامة الرئيس عملنا زيارة على اليونسكو، حل ما مدرب طبعا عندك 200 شاب وبنت وفوضى. قال لي تعال هون، قلت له خير فخامة الرئيس؟ قال لي اذا الحفلة راح تكون هيك راح اعدمك انت ومرتك سوا. قلت له بس اعطينا مجال نخلص منهم. نقينا وعملنا تمارين وش تبع البك، طلعت اللجنه العالم كانت من زحلي لزحلي لبعلبك السيارات هيك. انا لما راقوني على المسرح لاطلع عشان نبلش الحفله، الشرطه بلتي فوتتني لجوا، العالم قاعدين على المسرح كانوا. وإجا فخامة الرئيس وبتاته حضروا الحفلة، دغري عملنا حفلة للمسؤولين عن البالباك، عملنا حفلة بالقصر الجمهوري فوق، نحن بس المسؤولين صبر الشريف وكذا وكذا والرحباني بيه،
وقال لي مروان ثانك يو فيري ماتش، يو بروك ذا ايس اون ذا ريف، خلاص بدي اياك مش بس هون، انت مرتك تحملها وتروح على العالم العربي، تنشر الفولكلور وتنشر الفرقة العربية على تيك تايم يور تايم. وصارت وقت المشكلة بلبنان، لأنه بده يجددوا له ما يجددوا له، اختلف الموضوع، بس ضلينا مستمرين أنا وديع بالعمل. طبعا انطلاقة لألكن وللبلد بنفس الوقت، لأنه الفن اللبناني كنتوا عم تروجوا له بمختلف الدول العربية كما قلنا. هيك كانت فكرة ممتازة. بال59 كان في بعلبك، ما صار فيها بعلبك لأنه كان في سياسي كانوا بيجددوا للرئيس والناس ما بدهم يجددوا للرئيس، صار في مشاكل. الرحباني أخذوا سوريا، راح يعملوا حفلة مع فيروز وطلبوا منا نروح معهم اللجنة، نحن رحنا معهم على حضرنا ب سوريا، معرض دمشق الدولي. كانت أول المعرض الدولي، كانت أول مرة بتروح فيروز ونحن مش رايحين، بس هاي البنات يعني طلعت فيروز غنت، المسرح اتكسر، ما صار ما صار ما صار. السوريين بحبوها كتير، طبعا نحن بنحبها كتير. لما طلعت أول رقصة، كل رقصة أعيدت مرتين، فيروز ما طلبوا إعادتها مش لشيء، بس إنه فيروز بيسمعها، بس هذه كوريوغرافي هون، كل رقصة تختلف والدبكة عن الثاني، مش والله الدبكة بس خبيط وطلع، شافوا مسرح غير شكل، حتى السوريين فجأة تبدعوا فيها. لما رجعنا على بيروت، طلعنا على كنا الكوليج الإسهال على بيبريز فوق، قال الرحباني سوري، هو صبر الشريف، قال مروان متأسفين لم نتعامل مع بعض، ثلاث كتير قوي بالنسبة لنا، نحن بهمنا فيروز ونجاحها. قلت له بس المشكلة مش مشكلة هذه، نحن فيروز كمان بنعبدها، بس نعمل اللي بدها إياه هي، وإذا الرقصة الرقصة، قال لا مفضل لا. ما صارت المشكلة إنه رفضوا، فحاولت اللجنة إنه يخلوني أنا إنه نبلش ونبلش كذا، رفضت واستقلت أنا من اللجنة، ما إنه ما بعمل فولكلور. بالفترة كمل لك هيك القصة، تفضل. سعيد فريحة بده يعمل الأغنية العربية حفلة إلها، بعت وراي هذا إنه شو رأيك تعمل كذا كذا كذا، وبعت ورا زكي نصيف وكذا وكذا، قلنا له ليش لا، بس بدل ما يجي واحد نجيب لك مطرب ومطرب، ليش ما اعمل لك هالفرقة الصغيرة وهي تعمل الحفلة مع بقايا؟ قال لي والله ممتاز. عملنا الحفلة، أخذت سكسس بشكل مش معقول. بكي سعيد فريحة، قال هاي اللجنة الفرقة لازم تضل، ما راح، صارت فرقة الأنوار، ومن هون انطلقنا لفرقة الأنوار. يعني اللي حصل هو انقسام بين الأخوين الرحباني فيروز صبري الشريف من ميل، وأنتم من ميلي تاني. ميلي هني تاني بقيت معهم يمكن نهاد شهاب وبعض الأشخاص يلي نهاد اشتغلوا فولكلور الساب، معهم. بعدين أخذوها السوريين، بس تركنا إحنا، أخذوها السوريين، بس نحن ضلينا مع فرق الأنوار، يعني لأنه سافرنا كثير مع فرق الأنوار. عندي سؤال هون، وقت سعيد فريحة أنشأ فرقة الأنوار وجلت ما في العالم، شك، رحت إلى ألمانيا، رحت إلى باريس، لفرنسا، رحت إلى دول عربية، مين كان عم يمول هذه الفرقة؟ التمويل من وين كان جاي؟ سعيد فريحة من وين عم يجيب كان التمويل هو؟ بتصور مع لا الرحلة، كنا نحضر كل يعني تبقى حفلة خاصة عندهم، مثلا العالم العربي هون، مثلا الكويت أو كذا، عيد السنوي أو كذا، الحفلة تروح هناك، بجوز ياخذ ما في شك إجار الفرقة ياخذ،
في شيء بديهي أنه عندما تم إنشاء فرقة الأنوار بدأ سعيد فريحة الهجوم صحفيا على فيروز والأخوين رحباني. إذا نطلع ببعض الصحف منلاقي أنه في هجوم كبير على مسرحية البعلبكية مع فيروز، وعلى مسرحية موسم العز مع صباح، والمسرحيتين هن من توقيع الأخوين رحباني. وطبعا بدأ بجولاته مع فرقة الأنوار، غير أنه هالفرقة ما استمرت لفترة طويلة، ما عاشت فترة طويلة يعني، وما قدرت لمعت في مسرحيتين مهمين قدمتوها. أنتو قدمتوا مسرحية ببعلبك كان عنوانها أرضنا إلى الأبد، قدمت ببعلبك، ومن ثم آخر عمل قدمتوه كان يا ليل، كتبوا جورج رداء ولحن وليد غلمية، وشاركت فيه فدوى عبيد. الفرقة يعني فرقة ماتت، لم تعش فترة طويلة. ليش برأيك؟ هل فولكلور برأيك مثل ما بنعرفه نحن، يعني بيطلعوا الراقصين والراقصات بالشراويل واللباس التقليدي ما قدر طور نفسه فمات، وتأجوا كراكلا بعد فترة طويلة. طبعا ما عملوا فولكلور فقط، بل جددوا الرقص وصار رقص معاصر أكثر، لذلك استمروا يعني هني. كان أمريكان ستايل أكثر، بس نحن أنا نادر ليتني مع الأنوار بعدين. أوكي. أنا بعد الأنوار لا أقول لك شو اللي صار. بعد الأنوار لما أخذنا فرقة الأنوار على عمان، إجا جلالة الملك حضر الحفلة وعجب جدا فيها، وأخذ الفرقة كلها صوروا معنا، صورنا معهم. لما رجعت على بيروت اتصل في السفير اللبناني الأردني، سوري الأردني، قال لي جلالة الملك سيدنا بيدعوك لزيارة الأردن. أخذ لي موعد ورحت لجلالة الملك زرته. قال لي مثل ما عملت لبنان بدي تعمل لي بالأردن، بدي تعمل لي الفولكلور اللبناني بالأردن. أعطاني كل الفاسيليتيز من يعملوا لي اللي بدي إياه. حقيقة اتفقنا أنا وياه إني أبره مع كل المدارس، أعطى المدارس كلها، أعطى وزير التربية، خلوا الشباب والبنات يشتركوا بالتمارين مشان نقدر ننقي منهم الأساتي، شجعهم بالديفرنت ضياع وبلاد يعني جوا. وحقيقة بلشنا بالفرقة الأردن، بلشنا على صغير، بعدين صارت الفرقة الملكية بالأردن، صارت وين مكان. وكانت كل ما يجي زائر رسمي لجلالة الملك كان يطلب مني أعمل الشو للضيوف اللي جايين. وحقيقة رحمة الله عليه إنسان محترف جدا، كانت لما تخلص يتعشى وأنا أكون معزوم على العشاء، لما يخلص العشاء إنهم بعثوا لي ورا مروان أدخل يعرفني مثلا الشهب هذا أو الوزير الفلاني أو الرئيس الفلاني، أخونا مروان هو الكوريوغرافر تبع الفرقة والكذا واللي قامل شو يسموه الفولكلور الأردني نكش وطلعه. ما كان ما قال حدا أبدا. مروان جرار، حياتك مع وديعة حداد دي استمريتوا سوا؟ استمرت كذا سنة يعني مش كتير، بس هو حقيقة اللي صار هو أنه هي استاذت تخرجت بالرياضة من إنجلند، وأنا كنت بالجو هذا، كانت البارتنر تبعي كانت معلمة برمانة وتيجي على الجامعة بالدول الحفلات اللي كانت تصير،
وصار صرنا رؤساء وبعدين جوزنا. بس في المشكلة إنه هي رياضة أنا فن، يعني تختلف. صفيت أنا على الرأس، أنا كذا إجت أول يوم بدنا نعمل هذا، بلشت على الطاولة 1 4 2 4، قلت شو عم تعمل؟ إنه الخطوات، قلت لها يا بنت هذا فن، لا بدي أرسم طاولة أنا. خليتها هي بس لما أعمل التمرين الكريوغراف، أعمل الرقصة أو لشي، علمها إياها وخليها هي تمرن الشباب والبنات، وأنا أنظر عليهم لأنه بكون عم أشتغل على شيء تاني. ومشينا بالطريقة، بس كان عندها نوع من النوع، كثير ناس كانوا يتضايقوا، تتخانق مع فلان، تتشارط مع فلان، لا قلته هيك، لا بقى. وصلت لمرحلة I couldn't take it، يعني أنا أصحاب مع الكل، أنا ابني كان مش ابني، الأولاد كانوا تمرنهم و very strict معهم، بس يخلص التمرين أصحاب، نطلع نسهر، نطلع نتعشى، نطلع اللي هو. لا هي، لا هي بتحاجج وكذا وكذا، وهي هيك ونحن هيك، لا لا أبدا، نحن فرقة كذا كذا، فرقة للرأس وفرقة للكذا. دي بقيتوا سوا. يمكن 10 سنين، 15 سنة، بس ذاتس. افترقتوا، انفصلتوا عن بعض، انفصلنا اي كومبليتلي. هل بقيتوا أصحاب؟ هل بقيتوا على اتصال، على تواصل، أم أبداً؟ لا ما في اتصال، يعني انه اتصال بالشغل لا ما عاد فيه. بس لما رحنا، اول ما رحت على الاردن كانت لسه، بعدها بعدين تركت، يعني تركت انا وياها، ما عادت راحت على الاردن. الأردن خلص كل الشغل كان على أنا. هي غادرتنا إلى دنيا الحق. إيه أستاذ مروان، هل رجعت التقيت بفيروز وبالأخوين رحباني؟ إيه ضلينا أصحاب، أنا فيروز بعبادة يعني، والرحباني أصحاب كتير. وقت على كندا شفت شي، حضرت شي بمونريال بكندا ما اجت، انا ما اجت لما كنت، بس فيروز ما في شك يعني فناني، فناني ما خلق مثله انا بالنسبه لي يعني، ولبنانيتي اللي تعرفش فيها كانت هي فيروز والرحباني. الرحباني انا وياهم صحابي كثير، كنا نمزح ونضحك، ما اختلفنا انا وياهم، بس انه ما صار الشيء هذا هيك. بالعكس لما اجوا على عمان كنت اعزمهم ونلتقي سوا مع الاصحاب، ضلينا سوا، بس ما عدنا اشتغلنا سوا. هي ليه انتقلت إلى كندا؟ شو أخذك على كندا؟ فكرت بولادي حقيقة، يعني بالأردن الفرقة عملت الماكسيموم فيها الحمد لله، وبعدين زيارة الملك توفى وكذا، حبيت إنه انتقل بقى، حبيت أخذ أولادي. أنا كل عمري كنت وأنا بالجامعة حابب إني هاجر، لما صارت الفرصة هذه هاجرت. كان إجا زياد وإجت رولانا، إجت أحسن شيء بالعالم العربي، المشاكل بين هون وبين هون وبين هون، أحسن شيء على كندا، في له أصحابه في كذا، كانوا متمنين أن يروح على أمريكا عندهم. رحت على كندا حقيقة، ومشيت بسرعة، قبلوني كمقيم يعني، أعطوني جنسية وكذا، وطلعنا بكندا سنة 1985. العالم العربي دي بعده عايش بقلبك؟ ما في شك طبعا، طبعا يعني، كتير. بس هلا انا اولادي الحمد لله انه هم كمان قلبهم بالعالم العربي، ديفينتلي ديفينتلي كلهم بالعالم العربي. زياد وهلا عم يشتغلوا برا هون وهون، بس الحمد لله يعني هي علامة طيبة منهم. الله يخلي لك إياهم. هالشي واضح أنك تسلم. رجل عائلي، والعائلة مقدسة عندك، والواضح أيضا أنك إنسان سعيد بعائلتك، وأنه إلى جانبك في رفيقة درب طويلة
بتحبك كتير وانت بتحبها وهي محافظة عليك مثل رموش عيونها. بهالشي واضح بقى لخليلك العيد الحلوة. الحمد لله تماما، يعني عيلي عيلي كانت الحمد لله، والولاد طلعوا بالمستوى اللي بديهم، تعلموا، كل واحد أخذ وظيفته، كل واحد كتر خير الله ما طيروا، يعني ما كتر تماما. يعني أنا أعطيك مثل صغير، أنا كنت دخن، وقفت دخان 40 سنة لما كانوا بالهاي سكول، إني كيف بقول لهم بدركم وأنا عم دخن، أخذت السيجارة وطفيتها، لهلا بطل دخن، وهالبيت كان هيك. مين بعده على قيد الحياة من أصدقاء الماضي، أصدقاء الشباب والأحلام؟ الشباب والأحلام، والله بيعدي كثير على أساس بالبعد للسفر، حقيقة بيبعد العالم عن بعضها، بس هلأ تقريبا كلهم نستعيد شوي، ما في شك كتار اللي توفى واللي راح واللي كذا، كل واحد فزع ببلد تاني يعني، بس هلأ عم نجتمع هون بكل بعض الأصحاب اللي كانوا ببيروت، رجعنا لبعض يعني، ما في شك، بس بده وقت، تاخد وقت، بس الحمد لله. شو هي الأغنية يلي بتذكرك بالماضي الجميل والزمن الجميل؟ أنا الوين يا مروان، وفيروز، أنا فيروز بحبها كتير، بعدين وين مروان بقلبي، إنه تركته ورحت وجيت هيك من النوع، هذه هي، بس كتر خير الله، أولادي معي ومرتي معي. الراقص النجم الذي يعتري المسارح وبيطلع والناس بتزقف له وهو بنط وبيبرم وبيفتل وبيدور دوران، وطبعا وقت الإنسان بيتقدم بالسن هالشي مبعود فيه يقدر يعمله، بس من وقت للتاني إذا بتسمع أغنية بتبلش يعني تتمايل شوي. شو هي الأغنية اللي بتخليك تقول قوم 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 يا مروان؟ آخ، هو اللي بقلبه فن موسيقى، أي لحن حلو بيجبرك تقوم، وإذا في ناكد ولا لا، بس ما في، في ألحان كتير، في ألحان كتير، هلا اللي أمرار بيجزني على الشيء، أمرار بشوف مثلا واحد عم بيرقص وماشي بالرقصة طيخ طيخ طيخ، من نصها في شغلة حتى حلو ما بنتبه لها، بنتبه لأيد وبنتبه لهون، بتضايق، بمسك بقول ليش من هون غير من هذه لهذه، بيعطيك الحنان بيعطيك كذا، في بالألحان في شغلات كتير حلوة، أكيد هذه دائما اللحن غصب عنه بيمشيني. أكيد. أستاذ مروان، كيف توصف يومياتك؟ كيف عايش اليوم؟ الحمد لله أنا عايش ببيت، ما بطلع من البيت، لأنه الحمد لله يعني اللي بيجي من الله كتر خير الله، صرت 93 سنة هلأ، بس في عندي شوية أمراض هيك بسيطة، هارت فيلجر كذا كذا، والحمد لله كانسر، فدامني بالبيت ومبسوط من البيت والأصحاب موجودي، كتر خير الله. إن شاء الله على طول، وإن شاء الله تحتفل بالمئة سنة وتبقى بصحة جيدة برغم من كل الثغرات والعيلة حولك. بحب ختام هاللقاء أنا وياك هيك نشوف شوي المدام ونحكي معك كلمتين إذا في مجال. إيه وينك يا ستي؟ يلا هلا. وأنت أنت أنت بحياتك، بحياتي ما سجدك، وأنت بعدك شاب كتير، وبعدك شاب أنت. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله، خليلنا إياك يا أهلين مدام جرار. أنا بشكرك على الفرصة اللي أتحتيها لقلنا أنه نلتقي فيكم ولو افتراضيا، كان عبالي أشوفكم شخصيا وزوركم بس ما زبطت معنا، يعني مع كل عم بيصير مع كل مشاكل العالم ومشاكلنا بعالم العربي وبفلسطين بشكل خاص، يعني يمكن تركيزنا يعني أكيد أكيد، ونحن كمان نتأمل أي فرصة بتكون عندك تشرفنا وتزورنا، منحب نشوفك دائما إن شاء الله، وإحنا كتير كتير دائما يعني
سواء اون يوتيوب ولا على البرامج اللي كنت تقدمها بالتلفزيون، يعني بنفتخر فيك كثير. خلينا اياكم، شكرا جزيلا. بديك تخبريني كيف تعرفتي على مروان جرار، كيف بدأت قصة الحب هذه، كيف ارتبطتوا سوا، كيف كانت حياتكم؟ هو الحقيقة ما كانت قصة حب. أنا لما إجوا على عمان وكانوا بدهم يعملوا الفولكلور، يعني مثل ما يعملوا فرقة مثل مهرجانات بعلبك، كانوا بدهم يعملوا بالأردن. فبتعرف الأردن شوية كانت لسه من زمان كتير محافظة، يعني ما في هيك البنات إنه تروح وترقص وشي، ما كانوا أهلنا يعني قبلين. المهم صاروا يجوا ياخذونا من المدارس يعني ونتمرن، عملنا فرقة عمل فرقة صغيرة، فأنا كنت بالفرقة يعني. وبعدين يوم الله يرحمها الأميرة الملكة دينا، كان في حفلة بالألبرت هول وحبت إنه الفرقة تكون موجودة، كنا أماتورز يعني فرقة صغيرة. بروحنا أنا ومجموعة من صديقاتي وعملنا بالألبرت هول حفلة ورجعنا، ولا كان يعني أبدا يخطر على بالي إنه يوما ما أنا بدي أكون زوجته أو هو، ما في يعني ما في قصة حب، لأنه هو كانت حياته مختلفة كمان كومبليتلي، وأنا من عيلة شوي محافظة وسياسية، يعني ما بيهتموا بالفن، يعني ما في يعني عندنا الراديوات بالبيت كلياتها بالأخبار بتحكي. ففي صديقة مشتركة بيناتنا ما بعرف كيف قالت له دخلك ليش ما بتتزوج؟ كان هو له 6 سنين مطلق مرته، يعني ليش ما بتتزوج؟ قالها مين؟ قالت له هيك هيك في عندك بالفرقة. فمثل كأنه لفتت نظره يعني، فإجا إيه لما رجعنا من لندن، هلا بتذكر لما رجعنا من لندن، إيه لما كنا بلندن قصدي، اشترى بالطو او جاكيت او كبوت لامه. فقال لي يعني اوت اوف اول الفرقه انه ممكن تاخذي هذا معك بالشنطه اذا في واسع. قلت له ايه، حطيته بالشنطه. بعدين صرت اقول انا انه طب من كل هالفرقه ليش انا حطيته؟ بعدين لما وصلنا على عمان قلت له انا بدي امرق لك الكبوت، فاعطيته اياه وراحت. فانا خلصت دراستي بلندن وجيت على عمان، اشتغلت بالسفارة البولش امبسي، واجا زارني مرة وهيك يعني بدون اي شيء. وانا فكرت انه هو بروح بزور الشباب وبنات الفرقة بشغلهم او يعني هيك صحبة معه. يعني بقى قاعد من حديث لحديث، بعدين قال لي تتجوزيني. بقى انا I was like عرفت كيف، اكبر مني وما متوقع يعني. قلت له ما بعرف والله، لازم أول أسأل أهلي، ما إذا ما برضو أهلي ما. فسألت أهلي، البابا طبعا رفض لأنه فنان ومجوز وعنده ولد وأنا أول بنت، فقال لا لا. بعدين إجتني فرصة من صديقة كانت قبلي بليبيا، سكرتيرة ملكة ليبيا، مرت الملك إدريس السنوسي، فكانت بدها تترك هي، وطلبت من اجت بدها انه تاخذ اختي من اللي اصغر مني مشان تكون سكرتيرة الملكه. فاجت قالت هيك، قلت لها انا بروح. قال لي ما انت خاطبه؟ قلت لها لا ما صار. فتعبت حالي قلت لها انا بروح ورحت. فلما رحت قالت لي، سالتني ملكه ليبيا انه انا سمعت انك انت خاطبه، قلت لها لا ما اهلي ما قبلوا. ليش؟ قلت لها هيك هيك القصة، فنان ويعني نمبر ون فنان. بقى قالت طب إذا بغير شغله بيقبلوا؟ قلت لها يمكن. فبعت الملك الله يرحمه إدريس السنوسي مكتوب لأبوي وقال له مروان جرار ابننا وبدنا يعني مثل كأنه عم بطلبني من أبوي لمروان، وبده يضل بليبيا. وكان الملك عم بيسعى بمشروع الكفرة، لأنه كان بده يتنازل عن العرش، بمشروع الكفرة مع شركة أوكسيدنتال. فجاب اتصل بدكتور أرمند هامر تبع رئيس اللي له الشركة صاحب الشركة، وقال له مروان جرار هذا ابني بده يستلم المشروع تبعي.
ونضل هذا. قال له اوكي. فصار مروان public relations لمشروع الكفرة للملك بليبيا. فقالت لي الملكة هلا خلص كتير منيح صار هذا وبيجي، فأول إشي من نطلب من وزارة بالوزارة بالأردن إنه تيجي الفرقة تحيي عيد الاستقلال الليبي، ومدير الفرقة بضل أسبوعين بزيارتنا. بقى عملوا حفلة وكذا وهيك شيء، وقبل الوظيفة مروان طبعا، ورجع على الأردن وصار يقول للملك إنه أنا بدي أترك عمان شيء هيك شيء. الملك يعني مروان يحكي شرق هو جاوبه غرب، مروان يقول له أنا بدي أترك سيدي وخلص هالشي، يقول له شو اللي بدك يا شو ما بدك. كان بهذاك الوقت كمان ابن عمي زيد الرفاعي رئيس الديوان، فصار يقول له للملك، صار الملك يقول لزيد إنه شوف مروان شو بده وأعطوه بس ما في يترك. هلا طبعا زيد مش عارف ايش الموضوع يعني. المهم من هون لهون ترك مروان بدون خلص يعني، ما رد على حدا، نقل عفشه كله كله واجا على ليبيا. وطبعا الوالد قبل وكتبنا كتابنا ورحنا وفرشنا بيت وكل اشي على اساس انه بعدين بدنا نرجع نتزوج ونرجع نسكن بليبيا. 6 اشهر صارت الثورة بليبيا. انا انحبست شهرين ومروان مسكوه وطلعوه من طرابلس، وبعد شهرين أنا طبعا بعد واسطات كتير كبيرة طلعت، جينا على الأردن تزوجنا وعشنا شوية بالأردن. بعدين صارت مشاكل فلسطينية والأردنية، رحنا على لبنان، ولما مرقت الدنيا سكننا بلبنان 10 سنين. صارت الحرب بلبنان رجعنا على الأردن، وكانت كمان جلالة الملكة عليا الله يرحمها هي صديقتنا كتير، وكانت تلميذة عند مروان بالفرقة، وطلب منه الملك إنه تلميذتك بدها تكون الرئيس الفخرية للفرقة. وهيك صار، وصار مروان اتصاله دايركت يعني مع الملكة بالهذا. وراحت الفرقة أيامها على كذا بلد يعني. وبعدين توفت الملكة، اختلفت الأمور، تعرف الحسد والغيرة بس يوصل الإنسان للطوب ويصير قريب كتير من الملك، لأنه يعني كان في مروان و3 أشخاص هم يعتبروهم لبنانية، إنه مين هدول اللبنانية اللي محوطين الملك. وبعدين توفى الملك وجينا مشان الأولاد، والحمد لله جينا مشانهم، بس هم هلأ تركونا. البنت متزوجة بأبو ظبي والولد متزوج وعايش بالسعودية بجدة، وإحنا هون. هاي قصتنا. يعني قصة اختصرتيها ببضع دقائق، لكنها طبعا قصة مليئة مليئة بالمفارقات، جدا بنقاط التحول، بمفاصل، بخضات، بهزات، بهواجس، بمخاوف، بس أيضا بأحلام. وأهم شيء إنه الحب بارك كل شيء وبارك هذه العائلة. أنا سعيد حقيقة أنه قدرنا اقتنصنا الفرصة وعدنا اكتشاف الأستاذ مروان جرار. هذه سعادة كبيرة، وهذه طبعا إضافة لنا بها السجل، ولكن لازم أن يكون هاللقاء يتم حتى لو افتراضيا، حتى لو كان قصير، بس أهم شيء حنطمن الناس عنه، رح يستمعوا له ورح يشوفوه أيضا. وبتأمل من السبب يرجع يجمعنا ونلتقي شخصيا ويكون فينا لقاء أطول. أنا بتشكرك إن شاء الله. شكرا. زيارة كاملة منك إذا الله راد. إذا الله راد إذا بتشرف بيتك أي وقت. أهلا بتشرف. شكرا جزيلا. العفو. أهلين. شكرا كثير لكم. في أمان الله. شكرا. مع السلامة. الله يوفقكم. باي.